الرسالة التي يصدرها نموذج النادي الأهلي مع أبنائه. واحد مشي من النادي الأهلي ما بيلعبش دلوقتي في النادي الأهلي، كان ممكن يبقى من الجوارح، من الناس اللي فاكرة نفسها مجروحين في المشيان من النادي الأهلي، أو عدم اللعب في النادي الأهلي، أو عدم العمل في النادي الأهلي كفيل إن هم يرجموا النادي الأهلي ويسيئوا له. لا، ده واحد مشي من النادي الأهلي وبيلعب ضد النادي الأهلي، كابتن عمرو الحلواني، في واحد من أهم مواسمه الحقيقة، لكن عنده رأي إيجابي ومهم نسمعه. استنوا بيتحدد بناء على ايه؟ على مجهوده فعلا. طبعا يعني اللي بياخد جنيه يستاهل جنيه، اللي بياخد 10 يستاهل 10. طبعا طبعا طبعا. انا يعني انا مقتنع بدي 100%، ودي موجوده فعلي بنسبه كبيره في مصر. بنسبه كبيره في مصر موجوده. بدليل بدليل اللعيبه كتيره جدا يعني اللي سعرها بيبقى عالي جدا باللي هو عمله، باللي عمله وبتاريخه في النادي. يعني مثلا رمضان صبحي 100 مليون الناس كلها طبعا صفقه كبيره جدا، بس رمضان عمل ايه؟ كان واخد احسن لعيب في افريقيا، بيلعب في النادي الاهلي، كان محترف، وعشان النادي الاهلي كان هو بيلعب في النادي الاهلي، فبيراميدز على سعره. لو نفس السيستم ده كده رمضان صبحي ما بيلعبش في النادي الاهلي مش هيبقى سعره كده. يس. يعني هو رمضان عشان بيلعب في الاهلي ولا عشان هو رمضان؟ علشان بيلعب في الاهلي وهو اجتهد. بس الاهلي رقم واحد. يعني عشان هو بيلعب في الاهلي. طبعا الاهلي بيكبر اي حد. مليون في المية. لا يعني عشان هو اتاخد من الاهلي فهو ده السعر، لكن بالزبط. هو مش ده سعره. عشان هو في النادي الاهلي فادى في النادي الاهلي فبقى ظاهر قوي. فاما بقى ظاهر قوي في النادي الاهلي بقى سعره كده. اما هو لو بيلعب في اي حته بنفس اللي عمله في اي نادي تاني في مصر غير النادي الاهلي مش هيبقى نفس سعره كده خالص. هيبقى اقل كده بكتير. مع ان في ناس شايفه ان هي الصفقه بالرقم ده عشان اتاخدت من النادي الاهلي. ممكن. ممكن عشان خاطر ممكن دي ممكن دي بس برضه في الاول وفي الاخر عشان هو كان لعيب في النادي الاهلي. دي كانت اهم حاجه. اهم حاجه انا بقول كده عشان اتاخدت من النادي الاهلي. بالظبط. ممكن ممكن يعني دي اكيد بيبقى ليها حسبه ثانيه. النادي الاهلي كبير، الاهلي رقم واحد في مصر، رقم واحد في افريقيا. طب طبيعي يعني الاهلي قريب من 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 منافسينه من نادي الزمالك مثلا. طبعا نادي الزمالك نادي كبير جدا طبعا، ومعاه لعيبه السنه دي على اعلى مستوى، ويعني حاجه بصراحه. نادي الزمالك السنه دي والخط الهجومي بتاع نادي الزمالك كابتن سيف رهيب. بس عدد بطولات الاهلي بقت يعني، بس النادي الاهلي ماشي بسيستم يعني اداري على اعلى مستوى. يعني حاطط بلان لسنين طويله على اعلى مستوى. فانا شايف النادي الاهلي على فكره مش من دلوقتي بس يا كابتن، من زمان. يعني من زمان وحتى وانا صغير كان المدربين الفنيين اللي كانوا ماسكيننا ولا حاجه كانوا حاطين اللعيبه اللي هو مثلا لمده اربع خمس سنين ده ممكن يطلع فريق اول. ده هيطلع هيبقى لعيب جامد. طبعا ده لعيب كابتن عمرو الحلواني على فكره كان منتخبات ناشئين. وكان هو كابتن احمد شديد قناوي يعني بيتنافسوا في هذا المكان في المنتخب. لكن طبعا الفرقه كانت تقيله جدا، ووقتها يعني هو كمل مشواره بره وفضل يتطور لحد احسن موسم له السنه دي. صحيح. السنه دي يعني. صحيح. هو الكابتن برضه تملي كابتن سيف بيبقى مندهش قوي لما يلاقي حد مصر يتكلم في النادي الاهلي. لا فلازم يبقى السؤال طب ونادي الزمالك؟ يعني لازم يتبعه. او انت بقيت اهلاوي او انت طب ونادي الزمالك ما تحطش الحساسيه دي صحيح في الحوار. واحد اهلاوي يتكلم على الاهلي خلاص، لو واحد زملكاوي يتكلم على الزمالك بالظبط كده. هتحرجه ليه يعني؟ يعني انت منتظر منه يقول لك ايه؟ لا مفيش يعني لا لازم لا يعني التطفيره دي. انما ده كلام واحد كان من الممكن لو تحامل الناس تفهم انه متحامل. بالمعيار بقى اللي قاله كابتن رضا، طب ما انت ما بتلعبش في الاهلي، ما بتشغلش في الاهلي، بتدافع عن الاهلي الاهلي. وانت لما تروح مع الكابتن سيف ما تشكرش في الاهلي عشان ما توقعش البرنامج.